تطورت النمور إلى 6 سلالات. بالعودة إلى الوراء ما يقارب 2 مليوني عام، غادر سلف النمر الأول إفريقيا وغامر في آسيا، ومع مرور الوقت انقسمت سلالة هذه القطة الكبيرة إلى 9 أنواع فرعية، مع بقاء 6 منها على قيد الحياة حتى اليوم. أكثر الأنواع الفرعية عدداً هي نمر البنغال، وهو ما يمثل حوالي 50% من تعداد النمور في جميع أنحاء العالم. النمور هي أكبر القطط في العالم. في المتوسط تزن القطط الكبيرة حوالي 200 كيلوغرام، لكن أكبر القطط هو سلالات نمور سيبيريا التي يصل طولها إلى 4 أمتار ويصل وزنها إلى 300 كيلوغرام. هذا الوزن الزائد يرجع في المقام الأول إلى العضلات الكبيرة القوية، فعلى عكس الأسود ثاني أكبر القطط الكبيرة، تتمتع النمور بكمية أكبر من العضلات، وبالتالي فهي أثقل وزنا. كفوف النمور تحتوي على غشاء بين أصابعها. غالبا ما تعيش النمور على مقربة من المسطحات المائية، فهذه القطط تكيفت مع نمط حياة شبه مائي. يبدو أنهم يستمتعون بالتواجد في الماء على عكس معظم القطط، وهم سباحون ممتازون ويستخدمون عضلاتهم القوية لدفع أجسادهم في الماء. لقد تطورت أيضا لتتمتع بغشاء بين أصابع قدميها، مما يسمح لهذه القطط الكبيرة بدفع كمية أكبر من المياه مع كل ضربة من كفها. النمور البيضاء هي نوع من نمور البنغال. يحدث التلوين الكلاسيكي باللونين الأسود والبرتقالي لمعظم هذه النمور بسبب صبغتين، هما الميلانين السوي التي تحول لون الفراء للأسود، والفيوميلانين الذي يحولها إلى اللون البرتقالي. ويتم إنتاج الفيوميلانين بواسطة الجين SLC45A2، وتحمل النمور البيضاء نسخة متحورة أو مشوهة من هذا الجين، مما يمنعها من إنتاج الصبغة البرتقالية. أقل من 5000 من النمور ما زالت في البرية. في مطلع القرن 20 كان تعداد النمور في البرية ما يقارب 100,000، وكانوا يعيشون في أقصى الغرب كتركيا وفي أقصى الشمال كروسيا، ولكن بسبب التنمية البشرية والصيد الجائر والقتل الثأري انخفض عددها بشدة، وفي غضون 100 عام انخفض عدد نمور العالم بنحو 96%. وعلى مدى العقود القليلة الماضية وضعت برامج لحماية النمور ومواطنها، وبمساعدة المجتمع العالمي قد يبدأ تعدادها بالازدياد ببطء.